السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب ثالثة ثانوي، علم رياضة، مهندسين المستقبل، يعني الدماغ العالية، يعني أحسن ناس، يعني معلش ما تزعلوش مني، علم علوم وعلم رياضة وأدبي على عيني وعلى راسي، بس يعني برضه لازم أبقى متحيز للمادة بتاعتي شوية. بالنسبة لموضوعنا النهاردة بإذن الله هندردش مع بعض كده شوية في الكالكولاس، في بالذات كده في أول درسين، تمام، اللي هو ديريفيتيف أوف تريجونومتريك فانكشن، وهنتكلم على ازاي نربط ما بينها وبين الترجمتري اللي احنا خدناه في اولى وثانيه ثانوي، اللي ناس كتير كانت نايمه واحنا بنشرحه، تمام، عشان خاطر ايه، طبعا يقول لك لا نذاكر في ثالثه والكلام ده. طيب احنا عندنا شباب بقى ايه اول حاجه، اول سؤال عندنا بس نسخن بيه اللي هو ايه، موضوع الديريفيتيف، ماشي، نفتكر بس يعني ايه كلمه ديريفيتيف والكلام ده كله بسرعه كده، بس سؤالين بس سريعين كده وبعدين نخش على الترجمتري فانكشن. اول حاجه يا شباب احنا عندنا هنا بيقول لي ايه، بيقول لي اف اوف اكس عباره عن اكس باور 3 ماينس 5 اكس باور 2 بلس 9 اكس ماينس 3، عاوز اجيب اف دبل داش 0. طيب انا مش هعرف انط الاف دبل داش على طول، لازم اتحرك خطوه خطوه، الاول هجيب الفيرست دريفتيف وبعدها هخش على السكند دريفتيف. طبعا نجيب فيرست دريفتيف، يلا فيرست دريفتيف، دريفتيف اكس باور 3 بكام؟ ها انزل الباور عشان باور 1 تبقى 3 اكس باور 2، بعدين دريفت بنيجاتيف 5 اكس هنزل الباور شيل من الباور 1 تبقى نيجاتيف، تبقى 2 تايم نيجاتيف 5 تبقى نيجاتيف 10 اكس، ونشيل من الباور 1 يا جماعه يبقى بكام؟ تبقى ب 1. طب دريفت ب 9 اكس بكام؟ ب 9، ودريفت باي كونستنت بكام؟ ب 0. ده بالنسبه للفيرست دريفت. طب السكند دريفت اف دبل داش اكس نفس القصه، هنزل الباور شيل من الباور 1، هو ده اي دريفت 2 تايم 3 ب 6 اكس باور 1 ما بتتكتبش، دريفت ب 10 اكس تدينا كام يا جماعه؟ تدينا 10، دريفت ب 9 كونستنت مالوش دريفت. طيب ده بالنسبه للسكند دريفت، هو بقى عايز في السكند دريفت يحط كل اكس بكام؟ ب 0. يبقى هتبقى اف دبل داش 0، هنحط كل اكس ب 0 تبقى 6 تايم 0 ماينس 10، طبعا ده ب 0 تطلع في الاخر بكام؟ بنيجاتيف 10. ده بالنسبه للفيرست كويتشن، بس كان تسخين كده. ها خش على اللي بعده. لما يجي يقول لي ايه؟ مديني برضه فانكشن ثانيه، اف اوف اكس ايكوال اي اكس باور 3 بلس سي اكس باور 2 بلس 4 اكس بلس 1. اول حاجه نعرفها طبعا احنا هنا عايزين نعمل ايه، عايزين نجيب الفاليو بتاعت مين، بتاعت الايه، ده حاجه طبيعيه، عاوزين نجيب الفاليو بتاعت الايه، ما دام جايب لي ايه يبقى اكيد هيقول لي هات الفاليو بتاعت مين، بتاعت الايه بتاعتي، تمام. طيب تعال بقى نشوف ازاي نجيب الفاليو بتاعت الايه. المعلومه اللي هم اداني يا شباب، هو مدينا اف دبل داش 1 ايكوال كام؟ ايكوال 6. طيب كالعاده زي المره اللي فاتت، اول حاجه هنجيب الاف داش، ادي الاف داش. طب يلا يا شباب كده معايا، ننزل الباور شيل من الباور 1 كالعاده، هتبقى 3 تايم ايه، هتدينا 3 ايه شيل من الباور 1 تبقى اكس باور 2. طب بعد كده بلس، عندنا 3 اكس باور 2، نزل الباور شيل من الباور 1 هتبقى كام؟ هتبقى 3 تايم 2 هتدينا 6 اكس باور 1، بلس دريفتيف 4 اكس تبقى بكام يا جماعه؟ تبقى ب 4، ودريفتيف 1 بكام؟ ب 0 كلنا عارفين. طيب ده الاف داش، بس انا مستر عايز الاف دبل داش، مفيش مشكله، ادي الاف دبل داش اهي، برضه نفس القصة، هننزل باور نشيل باور ورا، هتبقى 2 تايم 3 هتدينا 6 a x باور 1 بلس دريفت 6 x بكام يا جماعة؟ ها؟ ب 6، تمام صح، أنا سامعك مظبوط، تمام. ده الاف دبل داش. طيب هو بقى قال لي إيه بقى؟ قال لي الاف دبل داش اوف 1 ايكوال 6، دي معناها إيه؟ معناها لو إحنا عملنا سبستيتيوت عن كل x ب 1 يطلع الفاليو بتاعت الدبل داش كام؟ 6. طب ماشي، يبقى ده معناه حط كل اكس ب 1، تبقى اف دبل داش اوف 1 ايكوال 6 اي تايم 1 بلس 6، تمام حلو قوي. طيب هو قال لي اف دبل داش اوف 1 بكام؟ ب 6، يبقى ده معناه ان دي كلها ب 6 ايكوال 6 اي في 1 تدينا 6 اي بلس 6، ونحلها بقى الكوشن عاديه خالص زي ما كلنا عارفين. طب يلا ودي 6 الناحيه الثانيه، يبقى عندنا هنا 6 ماينس 6 ايكوال 6 اي، 6 ماينس 6 بكام يا جماعه؟ ب 0 ايكوال 6 اي، عشان اجيب الايه بتاعتنا ال 6 معموله تايم تروح الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى الايه بتاعتنا يا شباب تبقى 0 اوفر 6 تدينا كام؟ تدينا 0، وده بالنسبه للايه بتاعتنا بكام، تمام كده؟ طيب بعد كده نخش على السؤال الثالث. بعد كده يا شباب بيقول لي ايه بقى؟ نمبر 3 مدينا اف اوف اكس عباره عن كام؟ عباره عن ساين 2 اكس، عايز اجيب الاف دبل داش باي على 4. طيب الاول بس ايه؟ ده فيها ساين،
اه ما هو دوت ايه الفيرست ليسون عندنا، اللي هو ازاي نجيب الديريفيتيف بتاع اي تريجونومتريك فانكشن، سواء كان ساين كوزاين تان الحاجات دي كلها. طيب انا عارف ان في ناس طبعا ايه مش فاكره الكلام ده، تعال نراجع كده مع بعض على الجزئيه دي. دلوقتي يا شباب لو احنا عندنا اول حاجه، لو الاف اوف اكس بتاعتنا عباره عن ساين اي اكس، يبقى الاف داش بتاعتنا هتطلع كام؟ ها؟ ديريفيتيف الساين ايه؟ كوزاين، كوزاين تمام؟ اي اكس في ديريفيتيف الانجل اللي هي اي اكس كانها 2 اكس، ديريفيتيف 2 اكس ب 2، 3 اكس ب 3، يبقى ديريفيتيف اي اكس بكام يا جماعه؟ ب بنحطها في الاول. طيب لو عندنا اف اوف اكس عباره عن كوزاين اي اكس، يبقى الاف داش ديريفيتيف الكوزاين ايه؟ ها؟ نيجاتيف ساين الانجل زي ما هي، في ديريفيتيف الانجل اللي هو الاي تدينا كام؟ اي اكس تدينا اي. تمام؟ طب ماشي، عندنا اف اوف اكس لو هي تان اي اكس، يبقى الاف داش بتاعتنا عباره عن ايه؟ ديريفيتيف التان تبقى ايوه صح سيك باور 2 الانجل زي ما هي، في ديريفيتيف الانجل تدينا ايه؟ طيب لو عندنا اف اوف اكس عباره عن كوتان اي اكس، ديريفيتيف الكوتان ها هنعمل ايه؟ ديريفيتيف الكوتان تبقى نيجاتيف وسيك باور 2 اي اكس، في ديريفيتيف الانجل برضو بكام؟ برضو بايه؟ طيب لو الاف اوف اكس عباره عن سيك اي اكس، يبقى الاف داش بتاعتنا عباره عن ايه؟ ديريفيتيف السيك ايه يا شباب؟ ها؟ ديريفيتيف السيك سيك تان، سيك تان اهي، هتبقى سيك اي اكس تان نفس الانجل اي اكس، في ديريفيتيف الاي اي اكس اللي هي بكام؟ اللي هي برضو بايه؟ اخر حاجه لو اف اوف اكس عباره عن كوسيك اي اكس، تمام كده ماشي، يبقى الاف داش بتاعتنا يا جماعه ها ديريفيتيف الكوسيك تبقى نيجاتيف كوسيك اي اكس كوتان اي اكس، في ديريفيتيف الانجل برضو بكام؟ بايه؟ اتفقنا؟ يبقى خلي بالك، بص السيك والكوسيك شبه بعض، ديريفيتيف السيك سيك تان، ديريفيتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك ايه؟ كوتان. طيب حد لاحظ حاجه معايا؟ انا لاحظت حاجه، لاحظت ان في الدريفيتيف اي حاجه فيها كو سواء كان كوسيك كوتان ماشي او كوزاين ماشي، اي حاجه فيها كو يا شباب الدريفيتيف بتاعها في ايه؟ في نيجاتيف، ما تنساش دي، يبقى اي حاجه فيها كو الدريفيتيف بتاعها في نيجاتيف، تمام كده؟ ده بالنسبه لملخص الفيرست ليسون عندنا. ايه اللي حصل بقى؟ انا عندي هو مدينا ايه؟ مدينا عاوز يجيب ايه يا شباب؟ مدينا الاف اوف اكس ساين 2 اكس، طيب وعاوز يجيب السكند دريفت. يلا كده واحده واحده خش على الفيرست دريفت، يلا ها الفيرست دريفت بتاعنا دريفت بالساين عباره عن ايه؟ لسه قايلين مين فاكر؟ دريفت بالساين تبقى كوزاين صح، تمام كوزاين اهي، الانجل زي ما هي 2 اكس، في دريفت بالانجل 2 اكس بكام يا شباب؟ ب 2، حطها لي في الاول هنا، ده بالنسبه للفيرست دريفت. طيب تعال نجيب السكند دريفت اف دبل داش، لما اجيب السكند دريفت الكونستانت سيبه زي ما هو، يبقى التو سيبناها زي ايه؟ زي ما هي. طيب دريفت في الكوزاين ايه؟ ها دريفت في الكوزاين لسه قايلين تبقى نيجاتيف ساين، اهي نيجاتيف ساين 2 اكس، في دريفت في الانجل 2 اكس تبقى بكام؟ تبقى ب 2، هنعملها تايم التو اللي قبلها، هتطلع كام في الاخر؟ نيجاتيف 4 ساين 2 اكس، ده بالنسبه للسكند دريفت. طيب هو بقى يا سيدي عاوز يجيب السكند دريفت لما الاكس بكام؟ باباي على 4، يبقى انا بقى لو جبت السكند دريفت هعوض عن كل اكس بكام؟ باي على 4، تمام اهي ادي اف دبل داش باي على 4، الباي بتاعتنا ب 180 كلنا عارفين عشان دي انجل، 180 على 4 تدينا كام؟ تدينا 45، يبقى انا هنا ابدا بقى اعوض بقى، تبقى نيجاتيف 4 هنا ساين 2 تايم 45 ماشي، واحسب بقى كالكوليتر بقى عادي خالص ماشي، تبقى نيجاتيف 4 ساين 90 ساين 90 وساين 90 اصلا كده كده اصلا ب 1 1 تايم نيجاتيف 4 تدينا كام في الاخر؟ تدينا نيجاتيف 4، ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للسيرد ايه؟ للسيرد كوتش. بيقول لي عندك لو اف اوف اكس ساين باور 2 اكس بلس كوزاين باور 2 اكس، عاوز اجيب الاف دبل داش نيجاتيف 1. واحد بقى غشيم شويه يقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر ده سهل قوي ما فيهاش مشكله ما احنا لسه قايلين. هعمل ايه؟ عشان اجيب الفيرست دريفتيف ده ساين باور 2 هروح منزل الباور واشيل من الباور 1 يبقى هتبقى 2 اهي، هتبقى 2 ساين باور 1 اكس
في ديريفيتيف ما تحت الباور زي ما خدنا قبل كده، ديريفيتيف ساين تبقى كام؟ تبقى كوزاين، مفيش مشكله انت صح تمام. بس في حل اسهل، هو انت معلش يعني مش ملاحظ ايه اللي بيحصل هنا؟ مش بتشبه على الكلام ده؟ الكلام ده انت عارفه كويس جدا تمام، خدته في اولى وثانيه ثانوي. التريج اللي كنا بنقول دايما التريج بتاعت اولى وثانيه مهمه جدا لانه معتمد عليها حاجات كتير جدا في ثالثه ثانوي. طيب انا مش فاكر، تعال راجع الجزئيه دي كلها. بص يا سيدي، اول حاجه عندك ساين باور 2 اكس بلس كوزاين باور 2 اكس ايكوال كام؟ ايكوال 1. دي حاجه، يبقى عندك ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 1. طب ماشي، دي حاجه كويس قوي. وعندك كمان ال1 بلس 10 باور 2 1 بلس 10 باور 2 اكس ايكوال كام؟ 6 باور 2 اكس. كويس قوي، دي حاجه كمان. وعندك كمان ال1 بلس 10 باور 2 ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 6 باور 2 اكس. ماشي، ده اللي احنا خدناه في اولى ايه؟ في اولى ثانوي تمام، لما كنت انت نايم. ماشي، طب يلا بص يا سيدي، احنا هنا عايزين ايه بقى؟ بيقول لي اف اوف اكس ساين باور 2 اكس بلس كوزاين باور 2 اكس. طب ما يا مستر ما هو ده موجود قدامنا. ماشي، الساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 بكام؟ ها قدامك ايه؟ بكام؟ 1. تمام، حلو قوي. يبقى ده معناه ان الاف اوف اكس بدل ده كله، ده كله معناه 1. ده الاف اوف اكس. طب انا عايز اجيب السكند دريفتيف، خلاص بقى خلصت. الفيرست دريفتيف، دريفتيف 1 بكام يا شباب؟ ها؟ بزيرو كونستنت. يبقى السكند دريفتيف هيبقى بكام؟ هيبقى برضه بزيرو. تمام كده؟ يبقى اف دبل داش اي حاجه بقى، سواء كان نيجاتيف 1 سواء كان بوزيتيف 1، اي حاجه في الدنيا تطلع بكام؟ دي معناها كده دي كونستنت فانكشن. ماشي، الفيرست سكند دريفتيف لاي نمبر ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. ماشي، تمام، حلو قوي. خلاص، ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لحل السؤال ده. في ناس بقى يبقى هتتعب نفسها بقى، ها، ناس غشيمه شويه، هتقول لي ايه اف داش هنزل الباور. انت صح، مفيش مشكله، بس انت يعني طولت قوي، هو مش محتاج ده كله، السؤال يتحل في ثانيه واحده. ماشي، نمبر 5 عندنا اف اوف اكس عباره عن ساين 2 اكس كوزاين 2 اكس. ماشي، عاوز اجيب برضو الاف دبل داش كام؟ باي على 3. طيب واحد هيقول لي ايه؟ هيقول لي يا مستر عادي يا مستر مفيش مشكله، هعمل بقى ايه؟ دي عباره عن تو فانكشن معمولين تايم بعض. تو فانكشن تايم بعض، يبقى هجيب ديريفيتيف الاولاني تايم الثاني زي ما هو، بلس ديريفيتيف الثاني تايم الاولاني زي ما هو. والله صح، انت زي الفل، كويس قوي. بس هتطول قوي وهتتعب قوي، تمام؟ لو انت مش عارف الرولز بتاعت التريك بتاعت اولى وثانيه ثانوي، تمام؟ عشان كده النهارده براجع لك عليها، ان شاء الله هراجع لها كلها باذن الله. احنا عندنا شاب بقى ايه؟ بالنسبه بقى للرول دي، نفتكر كده حاجه خدناها في ثانيه ثانوي. كان بتقول ايه يا شباب بقى؟ كان بتقول لو احنا عندنا ساين 2 اكس اسمها قوانين الدبل انجل. عندك ساين 2 اكس، لما اجي افكها بفكها ازاي؟ بفكها 2 ساين اكس كوزاين اكس. سموها ايه؟ سموها الدبل انجل. ليه سموها دبل انجل؟ لان زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف، نغير بس اللون بس الاول. ها، انت عندك هنا اللي بره، الانجل اللي بره دي كام اكس؟ 2 اكس. طب واللي جوه كام اكس؟ 1 اكس. يبقى اللي بره دبل اللي جوه، عشان كده سموها قوانين الدبل ايه؟ الدبل انجل. تمام، ده بالنسبه لاول حاجه. طيب عندنا ايه تاني يا مستر؟ فكرني كده بالقوانين الباقيه. الكوزاين 2 اكس دي بقى مشكله، لان ملهاش فكه واحده، ده ليها ثلاث فكات. تمام، تعالى نفتكرهم مع بعض كده. كوزاين 2 اكس بتتفك ازاي؟ بتتفك كوزاين باور 2 اكس ماينس ساين باور 2 اكس، دي حاجه. وتتفك كمان 2 كوزاين باور 2 اكس ماينس 1، وتتفك كمان 1 ماينس 2 ساين باور 2 اكس. كويس كده؟ ماشي، ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للكوزاين 2 اكس. خلي بالك دي كوزاين باور 2 ماينس ساين باور 2، مش بلس، ها، عشان ما حدش يغلط. البلس لو كوزاين باور 2 اكس بلس كوزاين باور 2 اكس تدينا 1، لكن الماينس يدينا ايه؟ يدينا كوزاين 2 اكس. طب حلو قوي. الرول الثالثه بتاعت الدبل انجل، لو احنا عندنا شاب تان 2 اكس تتفك ازاي؟ بتتفك 2 تان اكس على 1 ماينس تان باور 2 اكس. بس كده يا سيدي، ده بالنسبه للرولز بتاع الدبل انجل. طب تعال نشوف بقى نستخدم الكلام ده ازاي في حل السؤال بتاعه. لو انت بصيت كده معايا، احنا عندنا الاف اوف اكس ساين 2 اكس كوزاين 2 اكس، تمام؟
ها لاحظ حاجة ولا مش ملاحظ؟ واخد بالك؟ ده في شبه من ده، بس عايزين بس ايه نقيفه شوية كده. احنا عندنا لو احنا عندنا ساين 2 اكس اتفكت ايه؟ 2 ساين اكس كوزاين اكس. طب ماشي، لو هي ساين 4 اكس هتتفك ايه؟ هتتفك 2 ساين، ها خلي بالك اللي بره دبل جوه ديت 4 اكس، يبقى ديت الهاف بتاعها تبقى 2 اكس كوزاين ايه؟ كوزاين 2 اكس. طيب لو هي ساين 10 اكس تتفك ايه؟ تتفك 2 ساين، ها الهاف بتاعها تبقى كام؟ 5 اكس كوزاين 5 اكس. ها فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ يبقى لو اللي بره، يبقى اللي بره دايما دبل لجوه، ديت 4 اكس يبقى ديت هنا 2 اكس 2 اكس، ديت 10 اكس يبقى ديت كام؟ 5 اكس 5 اكس، اللي بره دبل لجوه. طيب هتقول لي بس يا مستر خلاص انا وصلت اهو، ما هو ده هو هو مين؟ هو هو ده. بس في حاجه ال2 دي مش موجوده. طب ما انا عشان اشيل ال2 دي عملت ايه؟ ها تعال نشوف بقى احنا عملنا ايه كده. ها عشان اشيل ال2 دي اعمل ايه؟ اروح اعمل هنا ده كله ديفايد ب2 ديفايد ب2. طب ماشي، ما هي دي ايكويشن اللي اتعمل الناحيه دي لازم اعمله غصب عن الناحيه الثانيه، يبقى اروح اعمل هنا ديفايد بايه؟ ديفايد ب2 تمام، ورحت شلت ال2 من هنا، يبقى انا عملت الناحيه دي ديفايد ب2، ده الرول الاصليه بتاعتنا. عملت هنا ديفايد ب2 دي ايكويشن، يبقى لازم اعمل الناحيه الثانيه ديفايد ب2. يبقى ده معناه ان ساين 2 اكس كوزاين 2 اكس طلعت كام يا شباب؟ طلعت هاف ساين 4 اكس، هاف ساين 4 اكس. يبقى انا من حقي ان انا اجي هنا كده. يبقى احنا يا شباب ايه اللي حصل؟ ها يبقى احنا لقينا ايه؟ ان ساين 2 اكس كوزاين 2 اكس هي هي هاف ساين 2 اكس، هي هي هاف ساين 2 اكس. يبقى انا اقدر اشيل ده كله واحط مكانه ايه؟ هاف ساين كام اكس؟ 4 اكس. تمام، زي ما اتفقنا، ما هو اللي جوه هاف اللي بره، واللي بره دبل رو. تمام، طب يلا تعال بقى نجيب الفيرست ديريفيتيف. يلا الهاف تنزل زي ما هي هاف ونستند مالناش دعوه بيها. طب ديريفيتيف الساين ايه؟ ايوه صح، كوزاين 4 اكس. في ديريفيتيف الانجل كام؟ 4. احطها في الاول كده. طب ماشي يلا تعال نفكها بقى، هاف تايم 4 تدينا 2 كوزاين 4 اكس، ده بالنسبه للفيرست ديريفيتيف. طب ماشي يا مستر عايز السكند ديريفيتيف، تعال نجيب السكند ديريفيتيف مفيش مشكله، ال2 زي ما هي كونستانت. طب ديريفيتيف الكوزاين ايه يا شباب؟ ها ديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين 4 اكس، في ديريفيتيف الانجل اللي هي كام؟ اللي هي تبقى 4. تمام، يبقى طلعت في الاخر بكام بقى؟ بنيجاتيف، هنا عندنا هتبقى 8 ساين 4 اكس. كويس قوي. هو بقى عايز بقى يجيب الايه؟ عاوز يجيب السكند ديريفيتيف لما الاكس بكام؟ باي على 3. باي على 3 اف دبل داش باي على 3، يبقى هعمل سبستيتيوت عن كل اكس بباي على 3. الباي بتاعتنا بكام؟ 180 اوفر 3 تدينا كام؟ تدينا 60. يبقى هنشيل كل اكس ونحط مكانها 60. تبقى عندك هنا نيجاتيف 8 ساين 4 تايم 60. تمام، شلنا الاكس حطينا مكانها ايه زي ما هو عايز ايه؟ 60. تبقى نيجاتيف 8 ساين 4 تايم 60 تدينا 240، واحسب بقى كالكليتر عادي خالص شوف هتطلع لك ايه، هتطلع لك بكام. دي بالكالكليتر تطلع بكام يا شباب؟ هتطلع 4 روت 3. تمام، ده بالنسبه لويتشن 5. طيب نمبر 6، انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب سكند ديريفيتيف، ما هي دي سكوير على دي اكس سكوير معناها كام؟ انهي ديريفيتيف؟ ده السكند ديريفيتيف. عايز اجيب السكند ديريفيتيف للمنظر اللي قدامي ده. ها ما تتغشمش، اهدى شويه كده وراجع قوانين التريك بتاعتك خلاص، وانت لو انت عارفها هتساعدك كتير جدا في حل الكلام ده. تمام، طيب يبقى احنا عندنا كوزاين سكوير اكس على 2 ماينس ساين سكوير اكس على 2، لسه واخدينها. قلنا ايه؟ قلنا كوزاين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس، مين فاكر هتدينا ايه؟ هتدينا كوزاين 2 اكس. تمام، يبقى انت فاكر اهو عندنا لو كوزاين سكوير اكس بلس ساين سكوير اكس تدينا 1، اما لو كوزاين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس دي يا شباب هتدينا كام؟ هتدينا كوزاين 2 اكس. بس كده، هو ده اللي احنا عايزينه. تمام، هتقول يا مستر بس دي مش اكس، ايه يعني؟ مفيش مشكله، ما اصلا احنا متفقين ان اللي بره دبل اللي جوه، يعني لو دي اكس يبقى دي كام؟ 2 اكس. طب لو ديت 3 اكس تبقى ديت كام؟ اهي 3 اكس برضه، يبقى ديت برضه كام؟ هتبقى الدبل بتاعها تبقى 6 اكس عند سؤال.
تمام. طيب تعال نشوف هنا بقى اللي حصل ايه. يبقى انا هنا عاوز اجيب السكند دريفتيف اهو لمين؟ للكلام ده. طيب الكلام ده يا مستر عباره عن كوزين تو الانجل، كوزين دبل الانجل، يبقى كوزين تو في كام بقى؟ الانجل اللي هي كام؟ اللي هي اكس على 2 زي ما مكتوبه بالظبط، ما تقلفش، يبقى 2 تايم الانجل اللي مكتوبه جوه. تمام؟ طب حلو، طب تعال نكمل. هيبقى عندنا ديت عباره عن دي سكوير على دي اكس سكوير لمين بقى؟ تبقى الكوزين، هنا عندك 2 راحت مع 2 يبقى الكوزين اكس. شوف بقى كنت هتتغاشف، كنت هتودي نفسك في داهيه، هتخش في الديركتيف ده مش هتخلص، لكن بص انا حولتها من المنظر الغبي ده لايه؟ للكوزين اكس بس، مفيش اسهل من كده، خلاص خلصت. الفيرست دريفت بقى بيطلع كام؟ الفيرست دريفت اهو دي على دي اكس هيدينا دريفت بالكوزين نيجاتيف ساين، ما تنساش ان اي حاجه فيها فوق الدريفت بتاعها في نيجاتيف. تمام؟ طب ماشي، السكند دريفت تطلع كام؟ النيجاتيف زي ما هي، ودريفت بالساين كام يا جماعه؟ تبقى كوزين اكس، وطلع الحل بتاعنا نيجاتيف كوزين اكس اللي هو الحل الاولاني. تمام؟ وتشان ايه؟ 7. تعال نشوف كده حاجة كده صغيرة بس فيها فكرة. بيقول لي يا شباب بقى لو احنا عندنا عاوز اجيب، بيقول لي لو الاف اوف اكس اكس ماينس 1 باور نيجاتيف 1 عاوز اجيب السكند دريفتيف لما الاكس ب 3. طب تعال نخش على الفيرست دريفتيف، ادي اف داش اهي. طب يلا الفيرست دريفتيف بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بنزل الباور، بشيل من الباور 1 عشان ده براكت باور نيجاتيف 1. طب هنزل الباور هتبقى نيجاتيف 1 اكس ماينس 3، شيل من الباور 1 تبقى نيجاتيف 2. طب يلا سكند دريفت اف دبل داش اكس ماشي نيجاتيف 2 في نيجاتيف 1 بكام؟ بوزيتيف 2 وبعدين اكس ماينس 3 شيل من الباور 1 تبقى نيجاتيف 3. في دريفتيف ما تحت الباور دريفتيف اكس حظنا ان هي اصلا كده كده اصلا ب 1 فمش هتفرق معانا في حاجه الحمد لله ماشي مفيش مشكله. ده بالنسبه للسكند دريفتيف. طب انا بقى عايز بعد ما جبنا السكند دريفتيف اعمل سبستيتوت عن كل اكس بكام؟ ب 3 مفيش مشكله. تبقى اف دبل داش اوف 3 هتبقى 2 تايم 3 ماينس 3 باور نيجاتيف 3. طبعا في 1 مالوش لازمه. طيب دي هتطلع كام بقى؟ ها دي هتطلع 2 اوفر، ما هو الباور الباور نيجاتيف يبقى نزله تحت عشان نخلي بوزيتيف. 3 ماينس 3 تبقى 0 باور اي حاجه من غير اصلا ما احسب اي حاجه اوفر 0 تدينا ايه؟ تدينا undefined بس كده خلاص، تدينا undefined. اتفقنا؟ يبقى الفكره بتاعتنا، خلي بالك من الحته دي مهمه قوي، في ناس هتوصل لغايه هنا هتقول يا مستر ديت تطلع بزيرو. لا طبعا، انت عندك اصلا ده زيرو اه بس زيرو فين؟ في الدينومينيتور تحت. زيرو تحت معناها ايه؟ معناها ان دوت undefined. تمام؟ ده بالنسبه للسؤال اللي على الدور. which and it عاوزين بقى نجيب مين؟ عايزين نجيب، بيقول لي اف اوف اكس كوزين 3 اكس كوزين اكس ماينس ساين 3 اكس ساين اكس، عاوز اجيب اف دبل داش باي على 4. طيب واحد برضو غشيم برضو معلش مفيش مشكله، كان نايم في اولى وثانيه ثانوي. تمام؟ هيقول لي ايه؟ اقول له يا مستر انا هجيب الايه؟ الفيرست دريفتيف ديت حاجتين معمولين تايم بعض، دريفتيف الاولاني في الثاني وبعدين دريفتيف الثاني في الاولاني، وبعدين اجي هنا دريفتيف الاولاني في الثاني بلس دريفتيف الثاني في الاولاني. حلو قوي. طب ده انت بتقول ده الفيرست دريفتيف بس. ده انت متخيل بقى لما تيجي تجيب السكند دريفتيف هتعمل ايه؟ لما الفيرست دريفتيف بس عملت ده كله يبقى السكند هتعمل ايه؟ تمام؟ هو انت ما هتوصل اه بس هتوصل متاخر قوي. ماشي وتاخد وقت ومجهود كبير جدا لان انت كنت نايم اصلا زي ما اتفقنا. ماشي فيا ريت معلش يعني انصح زميلك اللي في اولى وثانيه قول له لو انت ناوي تكمل علم رياضه ماشي اهتم معلش بالماث شويه، اولى وثانيه ثانوي مهمه جدا جدا وقوانينها مهمه جدا احنا بنكمل عليها زي ما انت شايفه. طيب تعالى يا سيدي افكرك ماشي كاننا ما قلناش حاجه قبل كده. احنا خدنا في ثانيه ثانوي ماشي من شهور قليله يعني لو احنا عندنا ساين اي بلس بي او كوزاين اي بلس بي او تان اي بلس بي دي بفكها ازاي؟ دي حاجه اسمها الترينومتريك فانكشن اوف ذا سم اند ديفرنس اوف تو انجل. يعني لو عندك تو انجل بلس بعض او ماينس بعض كنت بفكها ازاي؟ اقول لك كنت بفكها ازاي.
بص يا سيدي، اولا انت عندك ساين ابلس بي، بفكها ازاي يا جماعه؟ بفكها ساين كوزين كوزين ساين اهي، يبقى هعمل ساين الاولانيه كوزين الثاني، بعدين ساين كوزين كوزين ساين، كوزين الاولانيه ساين مين؟ ساين الثاني. تمام، حلو قوي. طيب الكوزين كنت بفكها ازاي؟ لا الكوزين بقى غير، بفكها كوزين كوزين ساين ساين، يبقى كوزين ايه؟ كوزين بي. ساين ايه؟ ساين مين يا شباب؟ ساين بي. طيب التان بفكها ازاي؟ التان بقى بفكها تان تان على وان تان تان، تبقى تان ايه؟ تان بي على وان تان ايه؟ تان بي. طيب بالنسبة للساينات، بالنسبة للساينات، ها بص كان بيحصل ايه بقى؟ اولا الساين، الساين تفضل الساين بتاعتها زي ما هي، يعني لو بوزيتيف تبقى هنا بوزيتيف، لو نيجاتيف يا شباب يبقى هنا ايه؟ نيجاتيف، يبقى زي ما هي، زي ما هي بالنسبه للساين. بالنسبه للكوزين لا، الكوزين عكس ما هي. يعني ايه يا مستر عكس ما هي؟ يعني لو هنا بوزيتيف تبقى هنا نيجاتيف، لو هنا نيجاتيف تبقى هنا ايه؟ بوزيتيف. يبقى الساين تسيب الساين بتاعتها في النص زي ما هي، الكوزين بنعكس الساين بتاعتها اللي في النص، لو بوزيتيف تبقى نيجاتيف، لو نيجاتيف تبقى ايه؟ تبقى بوزيتيف. اما التان بقى واخده من الاثنين، اللي فوق زي ما هي، هي خلايا دي بوزيتيف، يبقى ديت برضه بوزيتيف زي ما هي، واللي تحت يا جماعه عكس ايه؟ عكس ما هي، يبقى اللي فوق زي واللي تحت عكس. تمام؟ يبقى الساين تفضل الساين زي ما هي، الكوزين بنعكس الساين بتاعتها، اما التان فوق زي تحت عكس. اتفقنا؟ يبقى الساين بتتفك ساين ساين كوزين كوزين ساين، في لخبطه شويه، ساين كوزين كوزين ساين. اما الكوزين بتتفك كوزين كوزين ساين ساين، في نظام شويه. التان بقى تان تان على وان تان تان. تمام كده؟ ده بالنسبه للرولز بتاعت مين؟ بتاعت ثانيه ثانوي. تمام؟ طيب نرجع بقى لسؤالنا بقى، بيقول لي ايه بقى؟ السؤال بتاعنا يا شباب بيقول لي احنا عندنا اف اوف اكس كوزين كوزين ساين ساين، قول لي انت بقى. خلاص انت ايه قدامك؟ كوزين كوزين ساين ساين، انهي واحده؟ الساين ولا الكوزين ولا التان؟ ها؟ كوزين كوزين ساين ساين هي مين؟ هي الكوزين. طيب جميل قوي، يبقى مستر معنى كده ان الاف اوف اكس عباره عن كوزين، ها كوزين مين؟ الانجل الاولانيه 3 اكس والانجل الثانيه اكس واحده. طب احط بينهم بلس ولا ماينس؟ لا استنى مستر، انت قلت لنا الكوزين بنعكس، يعني لو هنا ماينس تبقى هنا بلس، ولو هنا بلس تبقى هنا ماينس، مفيش مشكله. يبقى الكوزين بنعكس، ماينس تبقى بلس. طب تعالى نكمل، يبقى دي طلعت كام يا جماعه؟ طلعت كوزين، ها عندك 3 اكس بلس اكس تدينا كام اكس؟ 4 اكس. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للفانكشن نفسها. ها شفت بقى اللي بيذاكر بيريح ويستريح. اه والله بص اهو ماشي استريح جدا، بدل ما اعمل دريفت في كل ده هعمل دريفت في كام مره؟ هي مره واحده كوزين بس. تمام؟ يعني الموضوع يستاهل يعني تتعب شويه يعني. يلا يا سيدي ده الاف اوف اكس، تعال بقى نجيب الاف ايه؟ الاف داش. الاف داش عباره عن ايه؟ دريفت في الكوزين نيجاتيف ساين 4 اكس. في دريفتيف الانجل كام يا شباب؟ ب 4. ماشي. السكند دريفتيف سيب الكونستانت زي ما هو. دريفتيف الساين ايه؟ كوزين 4 اكس. في دريفتيف الانجل 4 هنعملها هنا اهو، يبقى تايم 4. طب ماشي يلا خلص بقى. نيجاتيف 4 في 4 بنيجاتيف 16. كوزين 4 اكس. ده يا جماعه بالنسبه للسكند دريفتيف اللي هو عايزه. بس هو يا شباب عايز السكند دريفتيف لما الاكس بكام؟ ها؟ لما الاكس بباي على 4. ماشي يبقى هنعوض عن كل اكس في اللي احنا جبناه بباي على 4. الباي بكام؟ 180 على 4 تدينا 45. يبقى 180 على 4 تدينا 45. يبقى انا هشيل كل اكس واحط مكانها 45، يبقى تاني نيجاتيف 16 وزين 4 تايم كام؟ تايم 45. بس ونحسب بقى يا سيدي. ماشي يلا هيبقى عندك هنا نيجاتيف 16 كوزين 445 100 ايه؟ كوزين 180 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 في نيجاتيف 16 تدينا بوزيتيف 16. وده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه ليه؟ لاختيار الصح بتاعه. اتفقنا؟ شفت بقى العمليه مسهله ازاي؟ يبقى انت دلوقتي لو انت بس معلش تعبت شويه، تعبت شويه، رجعت قوانين التريج بتاعت اولى وثانيه ثانوي، ماشي هتعرف تحل اي سؤال بالمنظر ده بسهوله جدا. تمام؟ انت لو مشيت بالطريقه العاديه هتوصل، بس هتوصل متاخر شويه. ماشي فين كوتشن 9؟ اهو كوتشن 9 ظهر الحمد لله.
طيب هنا شاب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عندنا، يلا يا سيدي، عاوز يجيب دي على دي اكس الفيرست ديريفيتيف للمنظر ده، تمام؟ ها الغشيم هيتكلم الاول، اقول له يا مستر هنزل الباور، شيل من الباور 1 في ديريفيتيف ما تحت الباور، اقول له صح، انت صح والله، انت ممتاز، تمام؟ بس في حل اسهل، تمام؟ الناس بقى اللي ايه؟ اللي مذاكره بقى. هقول له يا مستر المنظر ده احنا عارفينه، 1 بلس 10 سكوير ايكوال كام؟ 1 بلس 10 سكوير ايكوال كام؟ ايوه صح، انت انا سامعك بتقول لي 6 سكوير اكس. حلو قوي، 1 بلس 10 سكوير 6 سكوير. فده معناه ان انا ممكن اشيل دي كلها 1 بلس 10 سكوير واحط مكانها حاجه واحده، ده الحاجتين حاجه واحده، تبقى 6 سكوير. يبقى انا هقول له يا شباب دي على دي اكس مين بقى؟ 6 سكوير اكس. كل ده باور كام؟ باور 3. ماشي، تعال نكمل. ايه اللي يحصل بعد كده؟ هيبقى عندنا هنا دي على دي اكس، عندك باورين هيتخانقوا، تمام؟ ده يقول انا الباور، ده يقول انا الباور كالعاده، فيروحوا ضاربين بعض. هيبقى عندك ايه؟ 6 باور كام؟ 2 تايم 3 تدينا 6 اكس. بس نبدا بقى نجيب بقى ايه الدريفت بتاعنا زي ما احنا متعودين. اي حاجه لها باور بعمل فيها ايه؟ ها بنزل الايه؟ الباور، بشيل من الباور 1 في الدريفت ما تحت الباور. يعني بنزل الباور، بشيل من الباور 1 في الدريفت ما تحت الباور. يلا يا سيدي نزل الباور تبقى 6، وبعدين شيل من الباور 1 تبقى 6 هتبقى 5 اكس. يبقى نزلنا الباور، شيلنا الباور 1 في دريفتيف ما تحت الباور اللي هو السك. طب دريفتيف السك سك تام، الله ينور عليك، تمام، لسه ما خلصتش، ادي 6 اهي، سك في سك، اعمل بلس للباورات، الباور هنا 5 الباور هنا كام؟ 1. يبقى هتبقى سك باور 5 في سك بلس للباورات تبقى باور 6 اكس في تام اكس. وبكده وصلنا اللي احنا عايزينه، ماشي، طلع الاختيار رقم سي. ماشي اللي بعده نمبر 10، خلاص قربنا نخلصه. نمبر 10 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عاوز يجيب الفيرست ديريفيتيف 6 اكس ماينس 1 تايم 6 اكس بلس 1. بتشبه؟ انا كمان بشبه، المنظر ده احنا عارفينه، ماشي، افكرك بيه. لو عندنا، اكس باور 2 ماينس 25 كنت بعمل ايه؟ كنت افكها ازاي؟ تو براكت شبه بعض، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، ونقسمها قسمه العدل. اكس باور 2 احط اكس هنا واكس هنا، سكوير روت 25 تدينا 5، احط 5 هنا و5 هنا. يبقى انا لو لقيتها هي جايه بالمنظر ده، تو براكت شبه بعض، واحد بلس واحد ماينس، من حق ارجعها زي ما كانت، من حق ارجعها زي ما كانت. ازاي؟ الفيرست باور 2 ماينس السكند باور 2، يبقى تبقى اكس باور 2 ماينس 5 باور 2 اللي هي 25، بس كده. ماشي، بص كويس، ها نفس المنظر، اه نفس المنظر اهو، تمام. يلا نعمل بقى اللي احنا اتفقنا عليه، يبقى دي على دي اكس. ماشي، بدل الكلام ده كله سك ماينس 1 في سك بلس 1، هروح عامل ماينس الفيرست باور 2 ماينس السكند باور 2، 1 باور 2 تدينا كام؟ تدينا 1. جميل قوي. طيب عايزين بقى نجيب دريفتيف ده. هتقول يا مستر ايه؟ ما في خلاص خلصت، ما بقاش مشكله، بس في حل اسهل. او والله ممكن تعملها كده، بس في حل اسهل. ماشي، لو انت حافظ ايه؟ ها خلاص انت عرفت انا هقول ايه، حافظ قوانين التريك بتاعتنا، ومش حافظها بس، ده انت حافظها وبتعرف تتعامل معاها، يعني بتعرف تستخدمها كويس. ما انا ممكن ابقى حافظها بس مش عارف استخدمها، لا لازم تبقى حافظها وتعرف تستخدمها كويس. طيب بص يا سيدي، احنا عندنا 1 بلس 10 باور 2 تدينا كام يا شباب؟ تدينا 6 باور 2. ماشي، بص كده معايا، لو نقلنا ال 1 ده لناحيتي هروح بالايه؟ هروح بالماينس، يبقى 6 باور 2 اكس انقل دي الناحيه دي ماينس 1 هتدينا كام؟ 10 باور 2 اكس. الله الله، والله كويس قوي يا مستر، ده العلم نور والله. يبقى احنا عندنا، ها هشيل السيك باور 2 ماينس 1 احط مكانها مين؟ حاجه واحده، 10 باور 2. ماشي، شيل حاجتين حط حاجه واحده. طب يلا هيبقى عندنا دي على دي اكس، هنشيل ده كله هنحط مكانه مين؟ 10 باور 2 اكس. حلو قوي. طب يلا تعال نكمل، هات بقى الدريفتيف بقى الكلام ده، خلاص خلينا حاجه واحده، اعرف اجيب الدريفتيف بسهوله جدا. نزل الباور، نزلنا الباور، شلنا من الباور 1 تبقى 10 باور 1 اكس
فدريفتد ما تحت باور دريفتد الثاني ايه اللي هو سيك باور 2 زي ما احنا عارفين. يبقى تطلع 2 10 سيك باور 2 فين 2 10 سيك باور 2 ها 2 10 سيك باور 2 اللي هي لتر بي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للدريفتيف بتاعنا. نيجي بقى لايه؟ للاست كوتشن عندنا. يلا يا سيدي. هنا بقى يا شباب بيقول لي ايه؟ لو احنا عندنا بيقول لي الواي بتاعتنا ساين باور 2 3 اكس بلس كوزاين باور 2 3 اكس بلس كوتان باور 2 3 اكس، عاوز يجي ومدينا ان الفيرست دريفتيف طلع بالمنظر ده والفيرست دريفتيف فيه ايه؟ اكيد هيقول لي هات الفاليو بتاعت الايه؟ اكيد هيقول لي هات الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ طيب ها هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ دريفتيف على طول؟ يعني لو وصلت يبقى كويس تمام؟ طب ما احنا فاهمين هنعمل ايه؟ هنبص على ايه السؤال بتاعنا؟ هنلاحظ ان في حاجه احنا عارفينها. احنا اتكلمنا عنها كتير جدا بقى، خلاص كده احنا ايه؟ اول ما تلاقي بص كويس. انا عندي ساين باور 2 بلس كوزين باور 2، ساين باور 2 بلس كوزين باور 2 دايما ما دام نفس الانجل يبقى على طول السم بتاعهم بكام يا شباب؟ السم بتاعهم ب 1. يبقى انا هشيل ده كله واحط مكانه ايه؟ 1. بذمتك مش اسهل؟ اه والله اسهل. يبقى هتبقى الواي بتاعتنا اهي ده كله عباره عن 1 بلس كام؟ كوتان باور 2. تمام؟ ماشي. واحد بيقول لي خلاص يا مستر ما هو 1 بلس كوتان باور 2 احنا عارفينها برضه، والله عارفينها، عباره عن ايه؟ عباره عن كوسيك باور 2 3 اكس. خلاص خلصت. اجيب بقى الدريفت بقى اللي انا عايزه. يبقى احنا عندنا دي واي على دي اكس حاجه ليها باور، انزل الباور شيل الباور 1، نزلنا ال 2. شلنا من الباور 1 دريفتيف الكوسيك او الاول نزلنا الباور، نزلنا الباور. شلنا من الباور 1 هتبقى الكوسيك باور 1 3 اكس. فدريفتيف ما تحت الباور، دريفتيف الكوسيك ايه؟ نيجاتيف، اوعى تنسى اي حاجه فيها 2 فيها نيجاتيف في الدريفتيف. نيجاتيف كوسيك نفس الانجل كوتان نفس الانجل. طب يلا تعالى نلم بقى. هيبقى عندك هنا ايه؟ ادي ايه؟ خلي بالك في دريفتيف الانجل كمان، واحد بيقول لي يا مستر انت نسيت دريفتيف الانجل، انت صاحب الله برافو عليك. دريفتيف ال 3 اكس بكام؟ ب 3، اروح حاطط هنا في الاول. ماشي، يبقى طلع دي كلها كام بقى؟ نيجاتيف 2 في 3 بنيجاتيف 6. كوسيك في كوسيك نفس الانجل هيدينا كوسيك باور 2 3 اكس في كام يا جماعه؟ في كوتان 3 اكس. تمام؟ طب تعال نبص باللي احنا هو ده المفروض ده الفيرست دريفتيف. تعال نبص الفيرست دريفتيف بتاعنا والفيرست ديريفيتيف بتاعه. اهو بص كوسيك باور 2 اهي كوسيك باور 2 ادي يا جماعه كوسيك باور 2 الحمد لله. طيب كوتان ادي كوتان هتبقى الايه بتاعتنا اللي هو عايزها بكام؟ يبقى ده معناه كده ان ده الفاليو بتاعت الايه اللي طلعت بكام يا شباب؟ طلعت بنيجاتيف 6. وبكده يبقى احنا رجعنا على الرولز بتاعت التريك بتاعت اولى وثانيه ثانوي وتعلمنا حاولنا نتعلم ازاي نستخدمها في حل مسائل الديريفيتيف بتاعتنا. وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.